هو دي تالت بطولة عربية ألعبها. البطولة السنة اللي فاتت جبت تاني فيها الحمد لله، وكنت عايز أشارك السنة عشان أجيب أول الحمد لله، وجبت أول. والبطولة كانت مستواها كويس جدا، والناس اللي جاية من بره استفدت جدا من الخبرة والماتشات اللي أنا لعبتها، وأتمنى جايب أحسن من كده يعني.